بسم الله والابن والروح القدس الهنا الواحد امين. الموضوع اللي اتكلم النهارده عنه هو موضوع صعب، احتار فيه كل الفلاسفه والعلماء بتوع التربيه والاجتماع، وبرضه رجال الله اتحطوا في مزنق وربما بعضهم ما لقاش اجابه. ولا تتوقعوا النهارده ان انا برضه هعمل ايه، هجيب اجابه، يعني توقعوش. كنت في كنيسة الملاك من حوالي سنة ونص أو سنتين، وادوني محاضرة اسمها ليه يا رب، وجابوا لي 20 سؤال، يعني حطي 20 سؤال ولم أجب على ولا سؤال. ورجعوا لمحاضرة اسمها ليه يا رب. النهاردة هنتكلم عن عظة بعنوان الألم والتجربة وأين الله منهما. الألم والتجربة أين الله منهما؟ لو سألت حضراتكم هل كل ألم ده شر؟ يعني أنا لو بتألم هل ده شر؟ عايز إجابة منكم الشباب. لو أنا بتألم هل ده شر؟ ناس بصين إن ده شر عشان في ألم. عايز إجابة. هنا في الكنيسة معودينكم محدش يجاوب، صح؟ هل كل ألم شر؟ طب ايه رأيكم لو جبنا طفل صغير ورحت انا انت مامته والدكتور راح اداله حقنة، بيعمل ايه الطفل الصغير؟ مين بيخاف من الحقنة؟ بص يا ابونا على الرجاله اللي وراك كلمته. فانا كأم هقول ان الدكتور ده قاسي ولا مجرم عشان بيأذي ابني، عشان ابني صرخ، ابني بيعيط، هو ما عندوش رحمه. هل اللي انا بقوله ده صح؟ العكس، ده في اللحظه اللي بياخد فيها الطفل الحقنة هي سرعة أداء الدواء نفسه، الدواء اللي بالتابلت اللي ياخده ببقه خده على طول في دمه، ويحصل الهيلينج بسرعة، الشفاء يتم بسرعة. فاللي أنا شايفه ما هو ألم وتعب ليس شر، هو علاج، هو شفاء. فاتفقنا مش كل ألم شر. مثال تاني، لما حضرتك مثلا مش عارف انتوا حد في صيدله هنا بيدرس صيدله؟ اتنين. تعرفوا بقى قاعده في الصيدله ان كل الماده الفعاله، اي ماده فعاله، انا نفسي بس في المعمل دقتوها، دقت الماده الفعاله دي؟ ابقى دقها. تلاقي ايه؟ مره. بنحط لها حاجه كده، بنكوتد كده، بنغلفها ونقول للناس ايه؟ ابقوا خدوها بطعم الفراوله والمانجا، لكن من جوه انت بتدوب عندك الطعم الحلو، طعم الفراوله بيضحكوا عليك، لكن من جوه ده مره رهيبه. لو دي جات على لسانك في يوم من الايام ربما يعني تبقى قرفان من الدواء المر. تملي يقول لك العلاج ايه او الدواء ايه؟ مر. عشان كده بقول مش كل ألم بيمر على الإنسان هو شر. واحد من الناس أسقف من الأسقفة اللي كتب كتب كتيرة، كتب كده بيقول: ربي لم يسبق لي أن أشكرك على أشواكي، عمري ما شكرتك على أنك حاطت في حياتي أشواك، آلاف المرات شكرتك على ورودي على الورد، لكن لم أشكرك قط في يوم من الأيام على الأشواك. لو سألنا سؤال ليكم لحضراتكم، طبعا موضوع عميق شوية بس أنا بحاول أبسطه، من أين يأتي الألم في العالم؟ الألم ده بيجي من إيه؟ أو المشاكل أو التجارب أو الضيقات أو الكوارث أو المصايب اللي بتمر على البني آدمين بتيجي من إيه؟ من وجهة نظري ثلاث أسباب. أول حاجة هشاشة الإناء الإنساني، أنا هش،
عايزين تعرفوا قد ايه ان الهشاش الانسان إراكو فيروس غير مرئي. حد شاف الكورونا يعني؟ مش الشوكولاته بتاعه الكورونا، لكن شفت الفيروس ده؟ ما حدش شاف، لكنه عمل ايه؟ قتل عشرات الملايين. ما حدش شاف، بدليل بقى يبقى انا كانسان اللي عامل فيها ما حصلتش. ده حاجه غير مرئيه اثرت، يبقى عندي ما يسمى الله كوني وانا ضعيف. تكويني بعد السقوط بان الضعف بشده، بعد ما الانسان سقط من المجد حصل ايه؟ انه بقي هش جدا جدا جدا، اي هوا ياثر فيه. انتوا داخلين على الكنيسه مش كان في هوا؟ الهوا ده يعمل ايه؟ يخليك انت عندك دور برد، بس شويه هوا. يبقى هشاشه الاناء الانساني، انا كانسان ضعيف، عشان كده ادراكي لضعفي يخليني لما اتالم اقول انا اصلا انا ضعيف، انا متكون ضعيف، انا معرض للتعب، معرض للالم. عشان كده المسيح الهنا لما جه ما كانش التعب ده غلط، يقول جلس على البير هكذا، بس قبلها يقول ايه؟ واستعب من السفر. تعب، تعب الانسان مشي مشوار تعبت. تقدر تبقى بطل وما بتتعبش؟ قال لا. يبقى اللي بيخليني اتالم اول حاجه هشاشه اناء الانسان. لما تبقى في موقف وانت بتعيط عشان انت ضعيف. يقول الكتاب المقدس في سفر المزامير مزمور 39، انما كخيال يتمشى الانسان. انا اتخيل ان في خيال وانا لعبت قدام الخيال ده بشويه بايديا هاثر على شكل الخيال. في خيال قصادي جاي من الضوء، فاهمين اللي انا بقوله صح؟ فلو انا حركت ايديا فوجئت انه حد بعت لي فيديو كلب صاحبه عامل له خيال على الحيطه، فالخيال ده عمال يحركه يروح ضربه بالخيال على وشه، فالكلب يتخض. فاهمين المعنى ده؟ مش عارف، فيديو لطيف يعني ببين قد ايه تاثير الخيال، بس بيعمل بحركه كده يروح الكلب راجع ورا، يروح عامل له صباعه كده في الخيال يروح مخضوض. انما كخيال يتمشى الانسان، انما باطلا يضجون، يزخر زخائر ولا يدري من يضمها، كخيال يتمشى الانسان. يبقى انا عرفت ان انا عندي هشاشه كاناء ضعيف، فبتيجي الالم، بطني بتوجعني عشان جسمي ضعيف، راسي بيجي لي صداع من المذاكره. بيجي لكم صداع من اذا كان انا بذاكر برضه بيجي لي صداع زيكم بالظبط. يبقى ضعيف. يقول كده الكتاب المقدس حتى لما تحب تنجز حاجة، يقول الكتاب المقدس تكوين 3، بالتعب، ركز معايا، بالتعب تأكل كل أيام حياتك، لا يتركك التعب. المسيح الآن عندما أخذ صورة جسد أيضا تعب، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، كل مش حتى مش وقت معين، كل أيام حياتك. تقول لك ممكن استريح، مش هتستريح، مش هتستريح، تخضش يعني، مش يجي وقت تقول خلاص. انا كان شاب صغير كده بس كسول شويه، يقول لي يا ابونا انا ممكن ربنا بس هنا معلم انعام، اقول له ايه؟ يقول لي اكبر في السن وابقى على المعاش. ده لسه شاب عنده 20 سنه ابقى على المعاش. اقول له ليه؟ يقول لي اقعد في الجنينه واشرب القهوه واقرا في الجرنان، كان زمان يعني، عايز بس هو ده الموديل. ده الموديل ده يجيب لك بعيد عنك موت، الموديل ده يموتك. اهو ابونا مقار وابونا مسيح ربنا ديهم الصحه وما زالوا بينزلوا القداسات. طب ما على المعاش يبقوا على المعاش؟ لا، تعب، بالتعب كل ايام حياتك. يبقى اول حاجه الالم ياتي لاني انسان ضعيف. تاني حاجه الفساد الذي تم في الخليقه ومشكله الاخلاق. في ناس ما عندهاش أخلاق، حدث ولا حرج.
عارفين كتير من الأمراض كترت بسبب الناس المزورين في الأسمدة، بيحط حاجات للزرع والزرع ده بيكبر بسرعة. زمان وأنا صغير يعني كنت أشوف الثمار بتاع الفاكهة حجمها صغير وريحتها حلوة، دلوقتي كبرت من غير ريحة. اللي حصل؟ حصل شوية حاجات بتتاخد في الأسمدة بتسبب مرض، في مشكلة أخلاق، فساد تام من الخليقة. ويسميها كمان للباطل للفراغ، ما عندهمش هدف، فالناس بيعملوا حاجات غريبة من ضمنها أن يموتوا ناس. من ضمن الألم الذي يصيب البشرية هو فساد الناس. إيه رأيك لما واحد يقول لك الدواء هو وخد الحقنة دي، دي حقنة زي ما عرفش إيه، وتلاقيها شوية مية، فساد. وما أكثر، إيه رأيك الدكتور تكشف عنده، بما أن إحنا جنبنا مستشفى، الدكتور تكشف عنده وبعدين يقول لك إيه على فكرة أنت محتاج عملية، هو اللي مش محتاج عملية ولا حاجة، ولازم دي خطر عشان ياخد فلوس، فساد. حتى في وظائف سموها شريفة أو راقية برضو دخل فيها الفساد. حدث بقى عن كل الأمور اللي في العالم بهذه الطريقة. الناس بتوع البترول مثلا، عارفين ان في مشكلة موجودة عند المافيا بتوع البترول في العالم، حقيقة البلاد كلها تتحول الى طاقة نظيفة. ايه طاقة نظيفة؟ ان كل الناس تستخدم الشمس وتستخدم الكهرباء بس، تستخدمش بترول. لكن ما زال مافيا، تلوث حاصل والناس بتعيا وجيلها امراض، بعيد عنكم كانسر، بسبب الفساد اللي موجود. فما اقول ربنا السبب مش السبب، كنت بقول اول حاجه هشاشه الانسان سين فساد الاخلاق اللي موجوده في العالم. يقول لنا عنها الرسول بولس، يقول في رومية 8: فاننا نعلم ان كل الخليقه تئن وتتمخض معا الى الان. يقول لنا بولس الرسول في عن مزمور هو استشهد به، يقول الجميع زاغوا ايه وفسدوا. فسدوا. نحن نعيش في عالم، غير ما تخض مني كلمة صعبة شوية، في عالم ساقط خارج عن دائرة الله. نعيشين في العالم ده، فإذا كان هنقعد نحسن في العالم، لا. أما بتلاقي أخلاق وحشة للناس ما تستغربش، بتلاقي ناس بيفتروا عليك ما تستغربش، الناس بيزوروا لك حاجة ما تستغربش، ناس الأكل اللي بناكله فاسد ما تستغربش. تقول لي طب احنا نعيش ازاي؟ ما هو عشان كده احنا بنتكلم، يبقى في ناس شوية ناس أمنا موجودين، أروح للشخص الأمين. لكننا نحن نعيش في عالم ساقط وأخلاقيات متدنية. عشان كده إذا كانت البلاد تريد، أي بلد تريد إصلاح الناس اللي فيها، عليهم يرجعوا مرة أخرى إلى معرفة المسيح. أي بلد مهما عملوا، مهما الناس عملوا، كل أوروبا وأمريكا وأستراليا وكل البلاد دي بدايتها وأخلاقها كان دستور مسيحي، كان الناس عندهم أمانة شديدة. يعني مثلا بره أصعب خطية جامدة جدا إنك تكذب، لأنه بيخاف إنك تكذب حتى في المواد، تغش. فبقول الذي يسبب الألم أول حاجة هشاشة الإنسان، ثانيا الفساد الذي في العالم، ثالث حاجة ودي حاجة يقينية عدو للبشر، ما بيحبش البشر. في واحد مش بيحب البشر، هو مين؟ الشيطان. يعمل حاجات رهيبة ضد البشر. كنت أعرف قسيس عنده موهبة زمان، موهبة إخراج الشياطين، ربنا مديها لي، يعني يحط إيده على يخرج الشيطان. فكان يجي يقول لي إيه؟ يقول لي أنا رحت الواحد كان عليه شيطان وخرجته، نزلت لقيت العربية بتاعتي الأربع عجلات باظت على الأرض. طب عجلة؟ يا مفتري عجلة، الأربع عجلات مرة واحدة؟ مفيش منطقيا، أنت جايب العربية بس لما خلص صلاة وراح يركب عربيته الأربع عجلات وفي كاميرات مراقبة مفيش حد جه عملها.
في عدو للبشر يقوم مرات بشن حرب رهيبة جدا. عشان كده الرسول بولس بيقول محاربتنا، في واحد بيحاربنا، ليست مع دم ولحم بل مع جناد الشر الروحية في السماويات. في واحد بيحاربنا، قاعد بيحاربنا، انت مش معندكش اليقين ده، لكنه كتاب قال عنه كده عدو. يقول وإنسان عدو زرع الزوان، إنسان عدو. يقول عنه كتاب مقدس من أجلها، هقول لكم آية بس يعني مش نوع من ببشركم بيها لكنها اتفرجوا عليها بس ما تتخضوش، في رؤية 12 يقول إيه؟ من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكني الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم عالما أنه له زمانا قليل. يعني أنا هوريكم، الشيطان بيقول أنا هوريكم، كل واحد هوريكم. ليه؟ أنا نهايت قربت، فأنا بفتري علي وعلى البشر. نزل إليكم به غضب عظيم عالما أنه له زمانا قليل. ففي واحد بسبب، بنفع بسبب ألام، بسبب تعب، بسبب خسارة، فقدان. عشان كده يقول في حماية لينا كمسيحيين، يقول وهم إيه؟ غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهاداتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هم غلبوا مش مننا بس بدم الخروف. عشان كده بقولك تعالى تناول. ليه؟ لأنك محتاج تتقوى لن تستطيع أن تغلب. هم غلبوا مش بقوتهم، بدم الخروف. لأن في واحد عمال يسبب آلام للناس. ربنا يدي الصحة للجميع. بعض الناس اللي عندهم أرواح شريرة ساكنها ممكن يسبب آلام في كل الجسم، والست تروح للدكتور يقول لها ست أنت سليمة، أنت شابة سليمة، التحليلات والأشعة بتقول إنك ما عندكش حال، لكنه يسبب ألم. مش كده احنا محتاجين نحتمي في هذا الاسم العظيم، البرج الحصين، اسم الرب برج حصين يرقد إلي الصديق ويتمنى. يبقى ثلاث أسباب للآلام. أول حاجة ضعفي أنا، ثانيا الفساد الموجود في العالم، ثالثا الشيطان. هل للألم معنى؟ طب احنا في المسيحية نعرف نترجم الألم. أول حاجة الألم يصحينا، بتبقي نايمة وتصحي الساعة 3 الفجر على وجع ضرس، واللي منكم جرب الضرس وجعه يعمل ايه؟ يروح وصل للهنا، وصل لهنا وريني هتنام ازاي. ماما تقولك حط قرنفل، حط معرفش ايه، خد مسكن، آلام رهيبة. وبالذات بقى حد تخصص أسنان، ايوه انت ما فهماني، انت معايا ها؟ لو في خراج بقى وريني بقى الالم ده هيحصل ايه فيه. فالالم عمل حاجه جميله جدا، ايقظني. الالم صحاني، الالم نبهني، الالم قال لي خلي بالك، والله حاطط فينا الجهاز العصبي ده عشان نستيقظ نفهم. يعني ساعات واحد حاجة غريبة ربنا مديها، تلاقي بتيجي على مكان، يعني ممكن واحدة مثلا من غير ما تقصد جات على رأسها، وبعدين لقيت زي في فسفوسة كده، هي إيه اللي خلى إيديها تيجي على رأسها؟ لأن في إشعار بالألم، في ألم في الحتة دي. فالله جعل الألم وسيلة نحن نصحى، يقظنا. كان مرة شاب عرفه وبعدين عمل حادثة، ثم عمل حادثة رجع لربنا جد. فبعدين بيقول لي لولا الحادثة دي، قال لي انت مش عارف انا كنت راح اصلا بالعربية اعمل ايه، لولا الحادثة دي كان زماني في حتة تاني. فبشكر ربنا، ربنا يقظ. مرات الألم وانتوا شباب ما تزعلش مني، دي وسيلة انك تستيقظ، وسيلة تغير اتجاه، وسيلة تدور على الحياة الأبدية. مرة شاب من الشباب قال لي أنا جيت لربنا وقعدت قدام ربنا فترات طويلة بسبب أن صاحبي اللي سنه صغير فاتني وسافر
ومش هشوفه تاني وراح السماء. فأنا راجع لربنا. تقول لي لازم الطريقة دي، لازم الطريقة بتاعة الإيقاظ بالسكة دي هي دي وسيلة الله بيستخدمها لإيقاظك. طب ربنا ما عندوش، مش مخلق لنا الجهاز العصبي، يبقى أنا عندي ورم في درسي وخراج وحصل تسوس وحصل إن دم تسمم وأنا مش واخد بالي، ما أنا ما عنديش جهاز عصبي يعمل لي إيقاظ. فشكرا لله من أجل الألم، الألم عمل لي إيه؟ صحاني. يقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، اتغير وجهته. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه استزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. يعني أنت من تكتست الألم حصلت إيه؟ الله غير وجهك لما يسمى إكليل الحياة. عارفين لما تبقى فيه جنازة، ربنا يدي الصحة يعني ليك، لما تبقى فيه جنازة شاب حاطين صندوقنا وكل اللي حاضر الشباب بيتأثروا جدا وياخدوا قرارات صحيحة، كان لازم يعني الطريقة دي. كان ممكن وسيلة تاني، قال الإنسان ما بيفهمش، يقول عنها في سفر إرميا قلت أتكلم إليك في راحتك فلم تسمعيني. قلت وانت مستريح كلمت معاك بس انت ما سمعتيش. قلت أتكلم إليك في راحتك فلم تسمعني، هو زنا أضيق عليك لكي تشعري. تزعلوا من الكلام؟ تعالش. شكرا لله من أجل بول الألم اللي خلاني صحيت وفقت وغيرت اتجاه ودورت على حاجة تاني، دورت على وجهة تاني، سكة تاني تصل بي إلى الحياة الأبدية إلى السماء. تاني حاجة غير ان الالم ينقذني، الالم لخير. عمرنا ما سمعنا الحكايه دي ابدا غير في المسيح الهنا. ازاي الم يبقى خير؟ ازاي يعني تقول ان شر او حاجه غلط تحولها للخير؟ ازاي يعني؟ في مثل بيقولوا المصريين بس ملوش تطبيق، يقول لك فلان ده بس تحط في دي حاجه، ده يا عم يحول الفسيخ لشربه. انا عايز واحد حول الفسيخ لشربه. انتوا شفتوا ابدا عمركم؟ ما اعرفش مين مشهور هنا بتاع فسيخ. ها أه؟ ايه ابو طحون، هنعمل له دعايه. تخيل الراجل ده ما تروح عنده هتلاقي برميل الميه بتاعه الفسيخ، طب خد البرميل الميه ده من فضلك حوله لنا شربات، حول لنا جوس. مستحيل، مستحيل اي حد يحول حاجه صعبه وشر من وجهة نظر الناس لخير ولا واحد. بالعكس الناس تلوم الشخص ده، لكن في المسيحية بس يقول لنا كده على الأحجية، على الفزورة الجميلة اللي قالها شمشون لأصدقائه، من الآكل، من اللي بياكل من الأسد، أحجية عظيمة هي الصليب، من الآكل خرج أكل ومن الجافي حلاوة. هو ده اللي حولت من الجاف. انت عارفين عمل ايه شمشون؟ كانت رمة اسد، الرمة اسد بيها ايه؟ عسل. دي الوحيد بقى اللي تحول الفسيخ لشربات. بس ساعات يعني من غير ما تتخدم ما تشم الفسيخ تحس ان هو، مرة واحد اجنبي كان جالنا شم نسيم في الكنيسة وانا شرب، بيقول لي ايه حاجة روتت كده ووحشة، ايه ده؟ ايه اللي بتاكلوه ده؟ ده كسبارت. هذه الأحجية أو الفزورة ملهاش حل. كيف أن صليب للعار يتحول صليب للنجاة؟ كيف أن المعلق على خشبة ينجي ناس؟ ده هو معلق. قال لا، هو ده، هي دي الأحجية، الفزورة الجميلة الحلوة اللي اتعملت في المسيح إلهنا. عشان كده بولس الرسول يفتخر، عارفين يفتخر يقول ونحن نعلم، ونحن نعلم. تعلم إيه يا أخويا؟ ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا إيه؟ للخير. بس حط بين قوسين للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. نحن نعلم، عندنا يقين
أنا نفسي أسألك السؤال ده وأطلع منكم ناس هنا يقولوا لي أنا يا أبونا ويا سيدنا أنا تعرضت لمشكلة، مشكلة دي وصلت بيا لخير. حد عنده خبرة دي؟ كلكم عندكم في سيح؟ مفيش شربات خالص. كل مشكلة، شر كل البني آدمين، ركزوا معايا، شر كل البني آدمين مجتمعة وشر كل إبليس اجتمعوا مع بعض بس توصل لإيد ربنا حولها للخير. وما تتذكر الحاسة بتاع القديسين عندنا هنا، ها؟ ودي ربنا عمل بيها ايه؟ نادى بالكنيسة في كل العالم، خلى ناس كتيرة ترجع لربنا، خلى المسيحية في أعلى قمم لأنهم مسالمون، ما عملوش حاجة، هم تأذوا ناس حلوين. ما نطلق عليه شر أشر، ما أيدش اللي حصل، لكن بقول الله حوله خير. الله المحولات ده بقى اللي بيحول حاجة صعبة جدا حاجة كويسة. احكي لكم حكاية في العهد القديم. ايه رأيكم ولد لما يبقى وحيد متدلع وابوه عمال يجيب له حاجات، فيحصل الآتي، ان اخواته كلهم يتضايقوا منه، وما يتضايقوا منه يعملوا ايه؟ يبقى عايزين يموتوه، فخدوه رموه وقبضوا ثمنه وباعوه. ما رأيك في الشر ده؟ انت ايه ده؟ ليه الشر كده؟ ليه الناس كده؟ دي اخواته. ايه رأيك في الشر ده؟ طب ما سبشت كده، واحد يروح بيت يلاقيه خربان، بيت فوتيفار ده خربان، مسروق منهوب، يقول بارك الرب بيت فوتيفار بسبب واحد، والخير كتر والمخازن كتر والغلال كترت وبقي يوسف ما حصلش. جت واحدة شريرة مجرمة عايزة توقع الأخ ده ويحطوه في السجن، يبقى بغضة إخوته، بيع إخوته، خدمته كعبد، واحد مطحون في الشغل، وبعدين واحدة بتفتري عليه، ده شر، وبعدين يحطوه في السجن. ايه رايك في الحوار ده؟ هنقول ده خير؟ ايه الخير ده؟ ايه الخير ده؟ لكن يجي وقت ربنا يعمل ايه؟ عارفين الخير بقى حصل ايه؟ يوسف، انا ده خير، يوسف قاعد عند ابوه، قاعد عند ابوه يوسف وقصته وانتهت. لكن ربنا جابه لغايه مصر، مش بس كده، خلاه يدخل السجن بتاع الناس الهاي كلاس اللي هم تبع الملك، فيحصل ايه؟ يقعد مع واحد ساقي وخباز يقولوا له اخبار المملكه، فياخد خبرات وهو في السجن، ياخد كورس. وبعدين في يوم من الايام يبقى يوسف المتسلط في مملكه مصر. كل ده شر، القديم ده شر، الله عمل فيه ايه؟ حوله وبقي يوسف. عشان كده يقول لهم انتوا تعملوا الشر اللي انتوا عايزينه، انتم قصدتم به شرا، هو ده شر، مش شر، نقول عليه شر، بغضة اخواته ده شر، بيع البيع ده شر، الافتراء بتاع الست ده شر، انتوا قصدتوا شر والرب قصد به خيرا. يبقى الالم اللي من وجهه نظرك انت مش قابله، بس حطه في ايد ربنا يعمل ايه؟ يحوله. ثالث حاجه، الالم يشعرنا بالاخرين. يعني ايه يشعرنا بالاخرين؟ حد بيصوم انقطاع هنا؟ اللي بيصوم انقطاعي؟ انت مصلي؟ داخل رمضان كريم مش معقولة. ها؟ اللي بيصوم انقطاعي وجرب مرة من مرات أرصد بطنه، إن أنا بطني مقروصة ما فيهاش أكل ومش مسموح لي إن أنا آكل عشان عندي قداس. فهمنا المعنى ده؟ فما يجي واحد يقول لك يا طنط يا مس أنا جعان جدا، أنا بقالي يومين ما أكلتش، تعمل إيه؟ ترقي، لأنك جربت الجوع، ما جربتيش الجوع هتبقي تتريق على الشخص اللي بيجي يقول لك. فأي شخص تألم يقدر بس هو يساعد المتألمين، يساعد التعبانين، ما تألمتيش مش هتعرفي.
عايزين نعمل بيت للبنات، فبدور على واحدة، فواحد بيقول لي يا سيدنا ما تحطهم مثلا مكرسة مع البنات، له لا أنا عايز واحدة تكون خلفت، اتجوزت وخلفت عشان تعرف تعطف على البنات. جايز أنا كتصوني أو كواحد كده ما جربتش إن ما عندي بنت بتزعق بتغلط مش عارفي، أنا عندي قوانين نافذة، لكن الأم مختلفة. من اختبر الأمومة يعرف يربي بنات، ما اختبرهاش مش ممكن، يبقى كلام. فلو ما اختبرتيش يعني اتقلمتي. عندي شاب حلو قوي هو اتخرج من كلية الطب، أنا عاصرت معاه ثلاث مشاكل رهيبة، من ضمنها فتح صدره، صدره اتفتح وألم رهيب، كنت أشوفه بيتألم، وبعدين إيديه ما أعرفش إيه، وبعدين رجليه، الواد بيتعقد من نفسه. فجاي من يومين كده بيقول لي إيه يا سيدنا ده أنا تعبان أنا بعيط من الألم. قلت له الحمد لله شفت الدكتور بيعيط، لأن الدكاترة كلها بيعيطونا وما يعيطوا ما يعيطوش. قلت له أنا بشكرك، بشكر ربنا إنك بتعيط. قال لي ليه؟ قلت له عشان لما تتعامل مع واحد وبقدر ألمه. في يوم من الأيام كانت أمي عملت عملية الركب دي، فالدكتور بتاع العلاج الطبيعي راح مسكها مرة، جابت يعني السويد بتاعها مع دكتور العظم ده بالذات، بتضايق منه عشان أمي يعني. فتخيل بقى لو الدكتور عمل نفس العملية، أما يجي يتعامل إيه؟ واخد باله، واخد باله، أصل اتألم. فالله مرات يسمح لنا بالألم لكي نعين الآخرين، نساعد الآخرين. اسمع كده كلام الرسول بولس يقول: الذي يعزينا في كل ضيقة. طب ليه انت ليه مستني من ربنا يعزيك؟ قال اسمع بس: الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. انا بتعزى فبعرف اعزي. عشان كده لما بنشوف مثلا ايه ساعات انتوا تبقوا متذمرات البنات والولاد على العيله، يقول ايه؟ يقول اصل بابا وماما ما بيعملوش مش عارف ايه، فتصوني تاخدها ولا حبيبتي تعالى نزور حد، فتروح لواحده يا عيني ما حلتهاش حاجه وفي مستشفى والبنت سنها صغير، وبتقول لها تصوني، تقول لها انت عامله ايه يا فلان؟ تقول لها انا كويسه يا تصوني بشكر ربنا. فاللي جايه معها تقول تشكر ربنا على دي غلبانه مسكينه تعبانه مريضه، وتشكر ربنا. فتعزت الاخت اللي جايه دي، تعزت مش من كلام تصون، كلام المتالمه. كي نستطيع ان نعزي نحن الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. ساعات ربنا يخليني اجتاز بعض الالام عشان اعمل ايه؟ اقدر اساعد الاخرين. الالم ليه معنى؟ نعم، الالم يوقظني، الالم لخيري، الالم يجعلني اشعر للاخرين ولربنا المجد في كنيسته. امين. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ حد فهم حاجة؟ مش باين. طيب شكراً.